تعيش أم محمد مع أطفالها في مخيم للنازحين على الحدود في بلدة نصيب في ريف درعا بعدما نزحت من ريف دمشق برفقة زوجها الذي قتل في إحدى الضربات الجوية لطائرات النظام جنوب سوريا. تعاني أم محمد من صعوبة الحياة في المخيم في ظل غياب كثير من المقومات الأساسية، كما تشكو من الوحدة والغربة بافتراقها قبل 5 سنوات عن أهلها المحاصرين في الغوطة الشرقية. نتابع قصتها. أنا أم محمد من الغوطة، طلعت أنا وزوجي من الغوطة وولادي تقريبا من 5 سنين، وساكنة مخيم حدود نصيب، وجوزي استشهد ضربة طيارة من تقريبا 3 سنين، وهسه ساكنة بالبيت هذا لحالي أنا وولادي. والمخيم عبارة عن يعني كم بيت هون صغير وما فيش فيه خدمات ولا فيش مراكز صحية ولا مستوصفات للأولاد. يعني لما الولد بمرض ما بنعرفش كيف بدنا نروح على القرى حتى نروح نحكمه. مثلا من 4 أيام عندي البنت تسممت، اضطريت استأجر سيارة حتى أخذتها، وكان السم خارق بجسمها. فإحنا يعني بنطالب إنه يكون في مراكز هون أو حتى مدارس، ما فيش مدارس بعيدة، ونتمنى إنه يكون في مدارس، لأنه أولادي هون، أنا يعني عندي 4 أولاد لازم يكونوا بالمدرسة وأنا بعلمهم الأحرف كل يوم، بس يعني لازم يكونوا في مدارس وناس تعلمهم، ونتمنى إنه مثلا هالهدنة تظل دائمة ونرجع على بلادنا ونشوف أهلنا. أنا إلي أمي إلي تقريبا 5 سنين ما شفتها وعايشة لوحدي هون. أنا حابة أوصل سلامي عبر شاشتكو وأخباركو، وإني مشتاقة كثير إلك أمي، كثير كثير مشتاقة إلك أمي، إني أرجع وأشوفك أنت وأخواتي. الصراحة ملينا وتعبنا كثير بالغربة. حاليا هي وين؟ وضعهن والله صعب، محاصرين هن من الغوطة، وضعهن صعب، يعني مفيش أكل وفيش يفوت عليهم إشي بنوب.